يقول السائل: رجل طاف بالبيت ولم يشر إلى الحجر الأسود ولم يكبر، ما حكم طوافه؟ طوافه صحيح، طوافه صحيح، لأن الإشارة إلى الحجر أو تقبيله أو استلامه هذا سنة، هذا سنة من سنن الطواف وليس واجبا. فإذا طاف ولم يستلم الحجر ولم يشر إليه هذا ترك سنة وطوافه صحيح. نعم.